الليل الشعر ما شاء الله شيء طيب والله نعم الليل وجودكم وجود الله وجود الحاضرين وجودكم السلام عليكم يا شباب الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية اليوم الثلاثاء 29/6/2021 قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا احنا اليوم بسوق معرة مصرين لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد والله يجزيكم الخير على الدعم اللي صار مبارح وأول مبارح الله يجزيكم الخير ما قصرتوا يا شباب والله كفو والله يعطيكم ألف عافية صارت زيادة ملحوظة بالقناة الله يجزيكم الخير يا ريت نستمر بالدعم يا شباب الله يجزيكم ألف خير مبارك بكم ان شاء الله بدنا نوصل بهمتكم 50,000 الله يجزيكم الخير مستمرين بالدعم يا شباب الله يعطيكم العافيه لازم قبل عيد الاضحى نوصل 50,000 يا شباب دبروها خيو مشان نجيب الدرع الفضي خيو هو الدرع الفضي على 100,000 بس بدنا نجيبه خيو نخبط لكم اياه بنص السوق الله يعطيكم العافيه باذن الخرفان يا شباب موجودات على ربج اخونا ابو عدي الجملان ما شاء الله تبارك الله خرفان نظاف والله اللهم صل على محمد اي أيوة والله ورديات اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله معروضات للبيع الله يعطيك العافيه اخوي ابو علي الله يسعدك ايش قد مدفوع بهن ايش قد طالب بهن والله هذا 950 ليره 950 ليره تركي 925 الكيلو ايوه 25 ليره الكيلو 25 ليره ايش قد يوزن تقريبا والله تقريبا 40 كيلو ها حوالي. والله خشان انا اعطيتهن اكبر من عمرهن والله اللهم صل على محمد والله يا شباب خشنات ونظاف فرقة واحدة ما شاء الله اللهم صل على محمد بهذا يا شباب خاروف شغل فحولية ما شاء الله قرنه جالس ومواصفاته كويسة موجود عند أخونا أبو عبد الله الجملان ما شاء الله لساته خاروف اللهم صل على محمد عيونه سود مواصفاته كويسة رأسه بيزغر شيء بسيط يعني وباقي المواصفات طيبة والله قرن وجالس اموره زينه شلونك ابو عبد الله الله يعطيك العافيه الله يبارك فيك ايش قد طالب بيه ايش قد اندفع بيه للاخر والله دفع ب 325 دولار للاخر 450 450 دولار فاصله دفع ب 500 دولار وما بان قبل المره قبل ما يكسر السوق انبعث ب 500 دولار ان شاء الله تبارك الله فاصله ب 450 يا شباب مكفول من كل شيء ما ينطح ويلقح مكفول يعني لو بمصلحه موجود عند اخونا ابو عبد الله الجملان طبعا هذا مو من افضل غنمه يا شباب هذا من الشيء اللي ينباع عنده بشيء عنده ما ينباع الرجال هذا من الشيء اللي ينباع يعني اللي له بمصلحه ان شاء الله تبارك الله ابو هدو هلا على النبي سلام يا روره اشتريت بعشرة اذن الكباش يا شباب موجودات عند اخونا برهان ابو الفوز معروضات للبيع ما شاء الله تبارك الله صار عليهم بازار احمد الشاب عم زوم 12000 لك بلا 511 شو بتقدر عليه كل مشاريف من رجل شريف لك بازار بسوق كرم على الوجدان ما تكسر ايوه الله يعطيك راس يا ابو الشاب قدع والله نمر كيك شباب والله يا ابو الشاب هذول ب 10000 وعليك الامان ب 10000 ب 10 ب 10 شلون ب 10 وبإذن النعجات يا شباب موجودات عند أخونا أبو محمد سامر الكشيمات على ربجو معروضات للبيع غنم للجب حليب سبعة خشانة طيبة ما شاء الله مواصفات كويسة ما شاء الله خشانة وكوب الرأس ومواصفات زينة وحلب للجب موجودات عند أخونا سامر وبإذن الجداية يا شباب موجودات على ربج أخونا سامر عمر بال 4 شهور بالثلاث شهور 4 شهور معروضات للبيع يعني فصلهن 3.5 يعني فصلهن 350 ليرة تركي اليوم البضاعة هاي كثرانة بالسوق يا شباب ما شاء الله فحول خشنة والله هذا ما شاء الله مو مربوط يوزن أكثر من 80 كيلو اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد والله يا عمي فتحت باب طلعت 25 ان شاء الله تبارك الله شوف الحلال الطيب يا شباب شوف اللهم صل على محمد
فحل من غنم نعيم ما شاء الله تبارك الله. نباع ب 5000 ليره تركي. اللهم صل على محمد. شيء طيب والله. فشانه وزحام وكحله عين وجلاسه قرن وطول رقبه وكل مواصفاته ممتازه. شوف قصر البوز ما احلاه ما شاء الله. شوف المواصفات الحلوه يا شباب. وهذا فحل حمداني يا شباب موجود بالسوق. فحل حمداني عراقي ما شاء الله تبارك الله. شوف على الراس اللهم صل على محمد. دائما يا شباب الجم اللي ما له قرون يجي راسه كبير ويجي خشن. هذا حمداني عراقي. نفس الناجل اللي مره صورناه، نفس بزرتها بالضبط ما شاء الله تبارك الله. شوف الاذان، طول الاذان، شوف طول الوجه. هاي مواصفات الحمداني يا شباب. يجي ماله قرون اساسا، يجي ماله قرون الحمداني العراقي يا شباب. من مواصفات الحمداني يجي راسه ورجليه لون واحد، وبقيه صوفه مختلف تماما، يجي بقيه صوفه ابيض. يعني اللي يلاقيه بتبنيجه او توزيره او دراعه او بقاع بظهره هذا يكون مبندق. هذا حمداني اصلي ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. هاي احنا يا شباب بسوق اللحم. اليوم الاسعار تقريبا من 28 الى 31. افضل شيء اليوم نباع ب 31 الكيلو. يا رب جبار، يا رب رحيم، يا رب. لو عمي صل على النبي ومسامح، نشتريت ونشتريت الله يسامحك. سيدنا محمد الرزق اللي بدك منه والله ما تبارك فيه. كم كيلو؟ 5 ليرات عمي. وبالصندوق ب 4.5، والله رسماله 4.5 بالصندوق ب 4.5. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسم بالخير يا ابن اخوي. هاني عبد الرحمن. اللهم صل عليك يا محمد. يا اللهم صل وسلم على نبينا. عمك حسان ابو مازن من عشيره ابو شيخ من فخذ، ذباع من الفلوجه السوريه، بانس مهاجر بمعرض مصرين بسوق الغنم. على راسي والله يا عم، والنعم منك. حياك الله. ونتمنى انه تساعدونا باللي تقدرون عليه. ايوه دارت رحالة ان شاء الله. الفلوجة السورية ها بانص. بانص اي 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 والله. والنعم منك يا عم. الله جابكم. انا صار لي غياب شمال بلبل بلو بالشيخ. نعم. درت بهالدنيا لقيتها متخربطة. نعم. احنا هاي مهنتنا يا ابن اخوي. مثل فنجانك هو اكيد. الله يجزيك الخير يا عم. الله يجزيك الخير يا عم ابو. الله يسلمك. فات الليل الشعر ما شاء الله. شيء طيب والله. نعم الليل يا وجودكم. وجود الله وجود الحاضرين وجودكم. وذن الشباب اللي يسألونه بالتعليقات عن معز الحليب ما شاء الله تبارك الله. في أذن عنزتين فتيات أول بطن اللهم صل على محمد. هالجونات وحدة والدة توم، هاي اللي أول وحدة والدة توم، واللي بعدها والدة أصخلة هاي الأولى، والتوم ذاك الأخير. اللهم صل على محمد. شكل وضره ما شاء الله. ايش قد يحل بين ابو بين 4 كيلوات حليب ما شاء الله تبارك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. خذ البلا بلا هو ايوه تريد حليب الصغر لسه ما بدات الجونات هو 2500 جود هذاك الجدي يا بالك لا مقطش من العنز. هذا السوق اليوم يا شباب يعني الحركة كما هي، ما زالت كما هي الحركة. إن شاء الله بالأيام الجاية تتحسن. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية يا شباب. وبالنسبة للشباب اللي ما ردينا عليهم بالتعليقات يا شباب على تعليقاتهم يعني نعتذر منكم جميعا إن شاء الله. الآن عندنا ضغط شوي إن شاء الله، بس تفضينا بإذن الله نرد على كل التعليقات. فإن شاء الله مستمرين معاكم يعني. تعليقاتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم واستفساراتكم كلها يعني هي المنطلق الأول اللي ننطلق منه بمحتوانا. الله يعطيكم العافية ويجزيكم ألف خير.